السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ أعزائي المشاهدين، إن شاء الله في أحسن حال، يا رب تكونوا تمام. نعتذر عن الغيبة بسبب انشغالنا في الحياة والقطعة اللي انقطعناها عليكم بسبب ضغوطات الحياة وانشغالنا في الحياة، وأسأل الله العلي العظيم ألا يشغلنا وإياكم إلا في طاعته. اليوم معانا بطارية هذه 200 أمبير زي ما تلاحظون، هذه هي طبعا 200 أمبير زي ما تلاحظون، هذه هي 200 أمبير. طبعا في فصل الصيف وقت الحر، اللهم صل وسلم على رسول الله، تبخرت الماء المغطر اللي فيها. طبعا أنا ما أستخدمها يعني بصراحة، يعني حاطها في المنظم تشحن ونفرغها كل شهر يعني علشان تستمر معاك للمعلومية. فاللهم صل وسلم على رسول الله. الآن طبعا هي ناقص الخوين حقها، الفتحات طبعا في بعض الفتحات ناقصها الماء المغطر نزل. طبعا هذا هو الماء المغطر، هذا هو الماء المغطر أعزائي المشاهدين للبطارية. طبعا ينفع إذا خلص عليك البطارية تستخدم ماء المغطر. طبعا الماء المغطر تحصله عند اللهم صل وسلم على رسول الله أصحاب البناشر أو أصحاب البطاريات، بتلاقي عندهم هذا، قول له أبغى ماء مغطر. هذا هو الماء المغطر طبعا زي ما تلاحظ استخدام بطارية السيارة وراديتر السيارة أيضا يستخدم فيه. نوريكم الآن الفتحات، طبعا زي ما تلاحظون فاضية مرة، اني بصراحة انا خليتها فترة وهذا يعني خطأ. وفي نفس الوقت لازم كل بطارية، اعطيك معلومة، كل بطارية لازم تشيك عليها، بطارياتك كل 3 شهور كل 4 لازم تشيك على الفتحات، تشوف هل نقص هل زاد، تشوف يعني الوضع كيف. زي ما نلاحظ هنا اعزائي المشاهدين، الفتحة الاولى طبعا فاضية زي ما تلاحظون، نشوف الفتحة الثانية ناقصة ايضا، ناقصة حاجة بسيطة فيها. والفتحة الثالثة أيضا، العين الثالثة أيضا ناقصة. يعني في وقت الصيف لأنه مع الحر يبدأ يتبخر الأسيت مع الماء المغطر، يتفاعل ويخرج من الفتحات الصغيرة هذا طبعا زي ما تلاحظون، من الصغيرة هذا طبعا يطلع. نفتح هذا أيضا برضه، العين الخامسة أيضا نفس الكلام ناقصة، ونفتح هذه برضه ناقصة. أنا طبعا عملت هذا الفيديو الآن نوريكم طريقة التعبية، وفي نفس الوقت نعطيكم نصائح مهمة جدا للأشخاص اللي يسألون معي بطارية خلصت إيش أعبيها، أسيت أو ماء مغطر أو الأفضل. الأفضل طبعا عندما تكون معك بطارية جديدة خلصت عليك تعبيها أول مرة وثاني مرة وثالث مرة ورابع مرة، بإيش تعبيها؟ تعبيها بماء المغطر، الماء المغطر طبعا لأنه خاص بالبطاريات، ما في أملاح، يعني هذه هي الطريقة الصحيحة بالماء المغطر. فيما بعد بعد 3 سنين، بعد 2.5 سنين، تضيف طبعا، تجيب مثلا زي هذا الدبة مثلا، العلبة حقت الموية تمام، علبة الموية فاضية، نفترض ان ولا مثلا هذه العلبة، نفترض انها علبة فاضية، تعبي 25% الى هنا 25% اسيت. هذا الكلام طبعا بعد 2 سنين، بعد 3 سنين من الاستخدام، لان الاسيت اللي فيها يكون قد تبخر خلاص راح. 25 قلنا 25% من الاسيت، والباقي 75% ايش؟ ماء مغطر. ثم تعبي كل فتحة على حسب، ليش؟ لأن أصلا الأسيت 25% يعوض الصفائح، عشان يصير معاك في المحلول حقها الأسيت، لأن أصلا مع التعبية أول مرة ثاني مرة ثالث مرة خلاص الأسيت يتبخر يصير ناقص فيه يعني، فال 25% تعوضه طبعا، و 75% ما مغطر. طبعا الكلام هذا ركز بعد 3 سنين، بعد 2.5 سنين يعني من الاستخدام، ما تعبيها في السنتين الأولى إلا ما مغطر. نوريكم الآن طبعا التعبية إن شاء الله، هذا هي طبعا زي ما تلاحظون، هذا هو الماء المغطر نظيف جدا. هذه طبعا العين الأولى،
العينة الأولى زي ما تلاحظون كيف أنا فاضي جدا. طبعا لازم تشيك على بطارياتك كل 3 شهور، كل 4 تشيك الماء المغطر، مجرد ما ينزل تعبيه بالشكل الصحيح. طبعا الشكل الصحيح إلى هنا، طبعا إلى عند البلاستيك. طبعا في بعض البطاريات يكون الخط الأول وخط ثاني، بعض البطاريات تخليها إلى المسار الصحيح، الخط الأول فوقها يعني فوق الخط عند الخط يعني، بينما إذا نزل تحت الخط تعبيها لأنه يرتفع. الآن نبدأ في التعبئة إن شاء الله. طبعا أعزائي المشاهدين، قبل التعبئة لازم تأخذ قفازة على قفازات حفاظا على سلامتك من الأسيد تقع في يدك. ثم نجيب علبة مياه فاضية زي هذا زي ما تلاحظون، نقصها من هنا طبعا أي نوع زي هذا أو كبير شوية، علشان نحطه هنا عشان ما يطير الماء المغطر. نبدأ الآن بسم الله بالتعبئة زي ما تلاحظ. تعبي وتشوف هل امتلأت. لسه باقي عادها. طبعا تعبي كل شوية وتشوف عشان ما يزيد عليك. تقيس النبض شوف ايضا لسه باقي. تعبي طبعا طبعا الى بداية البلاستيك هذا اللي فوق، مجرد ما يوصل عنده خلاص يعتبر فل. لسه باقي عادها. تشوف ايضا ان اصلا العين هذه ناقصة مرة، ايضا باقي لها حاجة بسيطة. بسم الله. خلاص كذا يعتبر مليانة 100% سليمة. خلاص مجرد ما يوصل الماء المغطر في البلاستيك هذا اللي زي تلاحظونه هذا هو، خلاص كذا يعتبر سليم ان شاء الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. قلنا هذا العين الاولى خلاص، هذه عبيناها بالطريقة الصحيحة. نبدأ للعين الثانية زي ما تلاحظون ناقصة نص يعني. نبدأ نعبيها أيضا. بسم الله. هذه طبعا العلبة الأولى خلصت، نبدأ بالثانية هذه. طبعا الماء المغطر رخيص مش غالي، تحصلوا زي ما قلنا عند أصحاب البطاريات أصحاب البناشر تحصلوها على طول متوفر. ولا أبغى ماء مغطر على طول إن شاء الله يعطيك مباشرة. شوف امتلأت لسه باقي زي ما تلاحظون، باقي لسه. لازم توصل الى عند البلاستيك مجرد فوقه كذا يعتبر سليم. طبعا كل بطارية لها خصائص يعني اماكن، زي ما قلنا هذا تعرف بالبلاستيك اللي هنا، في نوع اخر بينما يكون فوق زي الشخطين، وفي نوع التيوبلر الهندية طبعا ابو الاصابع اللي يبين لك على حسب الخط حقها، كل بطارية يبين لك يعني. نعبي أيضا. ولا حاجة بسيطة فقط بس. خلاص كذا إن شاء الله مليانة زي ما تلاحظون أعزائي المشاهدين كيف امتلأت. خلاص الآن نسكر. نبدأ في العين الثالث. قلنا هذا العين الأولى سليمة، هذا عبيناه، هذه عبيناها، وهذا عبيناه. يتبقى لدينا العين هذه طبعا نفس الكلام. بسم الله. وتشوف عشان ما يزيد عليك. طبعا بنعبي هذا أعزائي المشاهدين عشان نختصر عليكم الفيديو بعض الشيء. لاحظوا أعزائي المشاهدين كذا تعتبر أيضا خلاص مليانة إن شاء الله، ما غيرها إلا حاجة بسيطة فقط.
خلاص كذا سليمة إن شاء الله. نعبه، نبدأ نسكرها ثم نعود للأخرى. نلاحظ أيضا هذه طبعا نص نزل، نعبيها أيضا. هذا أيضا خلصت الدب الثاني. في معنا أيضا هنا باقي حبتين، نبدأ بتعبيه. بسم الله، لاحظ أعزائي المشاهدين لسه باقي كذا، تعتبر مليانة. حتى لو باقي حاجة بسيطة مش لازم انه يتلامس، هذا مجرد حاجة بسيطة خلاص كذا يعتبر مليان ان شاء الله. هذه خلاص، نبدأ في الاخرى. زي ما تلاحظون هذا ايضا فاضية تماما، يعني حاجة بسيطة فيها باقي فقط، الصفائح ظاهرة طبعا. لاحظ ايضا اعزائي المشاهدين لسه باقي، نلاحظ ايضا لسه باغي. نلاحظ كذا عبيناها فل، عبيناها فل زي ما تلاحظون كذا فل خلاص. هذه الدبة طبعا فضية الثالثة، تبقى لدينا العين الأخيرة فقط. نحضر الدبة هذه. بسم الله، تعبيها طبعا. وتلاحظ بين كل شوية تلاحظ هل امتلأت، هل باغي، هل عشان ما يزيد عليك زي ما قلنا لسه باغي. لسه باغي ايضا زي ما تلاحظون اعزائنا المشاهدين كذا سليمة 100% ان شاء الله. عبيناها فل ونبدأ، وهذا ايضا نفس الكلام، نبدأ بتسكيرها. نغفلها، نغفل الثانية أيضا الأخرى كذا، الطريقة الصحيحة إن شاء الله لتعبئة البطارية بالماء المغطر. وزي ما قلنا طبعا المرة الأولى، المرة الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، تعبيها بإيش؟ بالماء المغطر وليس الأسيت. فرق أخي المتابع بارك الله فيك، بالماء المغطر تعبيها. إذا عبيتها بالأسيت أول شيء يعني الأسيت هو أصلا قدها فيها، يعني مجرد ما نعبيها أول مرة الأسيت ينزل في الصبايح تحت فما يروح على السهالة، تحتاج فقط إلى ماء مغطر. لكن بينما إذا ضفت لها أسيت فوق الأسيت تعميها كذا البطارية تخرب عليك، يعني يصبح كلها يعني أسيت في أسيت، تخرب الشغلة عليك. فالأفضل أنك تستخدم ماء مغطر علشان تدوم معك بطاريتك وتحافظ عليها. طبعا حاول أنك تنظفها من الأتربة، من الأوساخ، تحافظ عليها. أنا زي ما قلت هذه البطارية نخليها على الله لكم، يعني للتعليم في نفس الوقت للتجربة، وفي نفس الوقت للنصائح اللي نعطيكم إياها عن تجربة يعني، وإن شاء الله نافدناكم في النصائح وفي التجربة، وفي نفس الوقت غدك يعني تحافظ على بطاريتك زي ما قلنا. واللهم صل وسلم على رسول الله، كل 3 شهور الى 4 حاول انك تتفقد البطارية، تشيك عليها صيانة دورية، تسوي عليها صيانة، تتأكد منها المحلول ناقص، ناقص تزودها بالماء المغطر، تشوف البطارية، وبالطريقة هذه ان شاء الله امورك سليمة. لكن فيما بعد، بعد سنتين ونص، بعد سنتين وثمان شهور، بعد 3 سنين، يعني اذا لها فترة طويلة، تستخدم زي ما قلنا 25% الأسيت و 75% الماء المغطر في علبة زي هذا مثلا، ثم بعدين توزعها نفس الطريقة اللي سويناها قبل شوية، وكذا إن شاء الله البطارية تعيش معك أفضل. وطبعا من حفاظ البطارية طبعا حاول إنك ما تستهلكها، يعني ما تستهلك أكثر من 70%، حاول إنك تستخدم 50% منها يعني. ان شاء الله اذا فضينا في الايام المقبله بننزل فيديو حول استهلاك البطاريه وكيف يعني تحافظ عليها بالشكل الصحيح. وفي نهايه الفيديو لا تنسوا الصلاه والسلام على رسول الله، وان شاء الله من المقطع ان نال اعجابكم، ولا تنسوا الاعجاب والاشتراك في القناه ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.